شحال من ديسيبل لي زيتادوني اسكو سي دو يالاس يا دي مويا ان شاء الله حنا ابتداش مي هاد المشكل تاعي في الزرايل هاد الساسا لي ديسيبل تخي ليفي لي كونتونا ماغري كنا داس عليكم بعد ديب السودا المشكل تاعي لا فاتيك ماغري كان يقول كامل ماشي معناها كي طحت معناها معناها كوبتي ولا الفجوه مش على بها هذه الفئه هذه حاجه قريبه اللي تروح ديال الاعراض ولا هذه يكونوا متهنيين جو بو دون بوغ لابارت سا توش با اونيكمون لا فام مي سا توش اي لا فام. بالنسبه للفئه الهشه اللي انسيستينا عليها اليوم على الناس اللي عندها فوق 60 سنه، ولكن الجزائري كي تقولوا فوق 60 سنه نسينا باللي الناس اللي عندها الامراض المزمنه المزمنه كما لو ديابيت اللي عنده مرض القلب اللي عنده مرض الامراض ريسبيراتوار المرض رينال النساء الحوامل ثاني هادو ما كيتعرضوا للفيروس تاع الغريب راح يديروا دي فورم غراف. دونك هادو ما نستناوش 60 سنه ولا 65 سنه. كي يكون ديابيتيك في عمره 20 سنه يدير له فاكسان، كي يكون ناسماتيك في عمره 25 سنه يدير له فاكسان. حنا نشوفوا باللي بزاف يعني الناس اللي داروا اللقاح تاعهم كاين اقبال على التلقيح، وخاصه اننا ان شاء الله ما تكونش يعني انفلونزا صعيبه في هذه الوباء ايتر سيفير. دونك يستحسن بانها تكون الناس يديروا التلقيح تاعهم قبل ما يمرضوا، على خاطر اذا كانوا حنا نعرفوا بلا دار التلقيح تاعو عنده وقت باش يكون يعني محمي، ماشي اليوم درتو نقول غدوه راني محمي. ولهذا نطلب يعني من الناس من المواطنين باش كيديروا يعتمدوا بالتدابير الوقائيه.